السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم في حلقه جديده من كارين نيوكاسل. احنا ماشيين كويس يا جماعه في الدوري لحد اللحظه دي، احنا في التوب فور ودي حاجه كويسه جدا. الفريق محقق لحد اللحظه دي اهداف الاداره، كمان في الكاراباو يعني ماشيين برضو كويس، ما خرجناش بالبطوله وعندنا ماتش مهم جدا في الحلقه دي في كاس الكاراباو. اما في دوري الابطال فهي الازمه كلها لسه، برغم ان حظوظنا موجوده في التاهل لدور ال 16 لكن المجموعه صعبه والطريق لسه شكله صعب جدا وطويل. حلقه النهارده عندنا بدايه ماتشات الدوري كده مع وولفرهامبتون، ماتش صعب جدا في ملعب مولينيو وملعب الولفز، بعد كده هنخش في ملعبنا بقى قدام ارسنال في الكاراباو، ماتش صعب جدا. ندخل بقى في شهر نوفمبر هنبدا هنلعب ارسنال، يعني وما اعرفش، واحنا ماتشات الكاس دايما بنلعب الفرقه اللي في الكاس نلعبها في الدوري برضو، ماتش صعب جدا برضو في ملعبنا قدام ارسنال، يعني هيبقى كلاكيت تاني مره بقى. ندخل بقى على ماتش مهم جدا، هو ماتش بروسيا دورتموند في دوري الابطال، احنا طبعا تعادلنا معاهم 2-2 في الحلقه اللي فاتت في ملعبنا، ربنا يستر بقى في ملعب سيجنال اودونا بارك مش هيكون الماتش سهل ابدا. ندخل بعد كده على ماتش بورنموث وماتش تشيلسي، يعني ماتش صعب قوي، ونختم بقى الحلقه بماتش باريس، يعني يا رب يكون بقى ختمه خير كده ونهايه كويسه ننهي بيها الحلقه. بس ابدا الحلقه، اشترك الفيديو واشترك القناه وشير الفيديو مع اصحابك وفعل جرس التنبيهات، يلا بينا نشوف الحلقه فيها ايه. ده تشكيل بقى فريق وولفز قبل بدايه الماتش، يعني طبعا وولفرهامبتون فريق قوي جدا وفريق مش سهل، وخاصه في ملعبه، هما بيلعبوا 5 2 3 يعني تشكيل دفاعي بحت يعني، والتكتيك بتاعهم كيك اند راش، يعني انت شوجري كده هما عايزين يخطفوا الجول ويهربوا مننا. والكي بلاير عندهم بيدرو نيتو، طبعا اللاعب ده ممتاز، انا ما اعرفش ازاي ما حطيتش نيتو ده في الشورت ليست عندي، لاعب مهم جدا وممكن يكون اضافه لينا برضو لو فكرنا في جناح يمين يكون كفر لالميرون، مع شويه لعيبه تانية هحطها في الليست عندي. ومحمود كمان كان ضاف لنا باكايوكو تقريبا وجرين وود، وهنحط كوبو كمان معاهم ونقارن بينهم كلهم. يعني ده التشكيل بتاعنا، احنا بقى كان العاده 4 2 3 1، احنا ماشيين كويس في الخطه دي وبنحاول نتاقلم عليها. ميدو كان طلب يشوف التاكتكس بتاعتنا عامله ازاي، يعني مبدئيا كده التاكتكس بتاعتنا احنا بنلعب كاونتر اتاك وبنلعب ضغط عالي في الحاله الدفاعيه، وفي الحاله الهجوميه بنلعب طبعا كرات طوليه. طبعا انا محكوم بالحاجات دي، يعني انا بص لو حاولت اغير مثلا حاجه من دول الخطه كلها تبوظ، فانا محكوم باللونج بول عشان بلعب كاونتر اتاك، فطبيعي محتاج الكرات الطوليه في الهجمه المرتده، والفورورد رانز اللي هي المهاجمين بقى يتحركوا جوه منطقه الجزاء، وده مهم جدا. ملعب صعب جدا وماتش صعب، يعني بدايه الحلقه كده مهمه في ملعب مولينيو، ملعب طبعا احنا ماتش بره ارضنا فاكيد محتاجين نطلع باحسن او افضل نتيجه. يعني ايه في البريمير هيديله حلوه يا بريمير، اول توقع ده، شكرا شكرا يا بوب، كره ملهاش لازمه يا بوب دي، هيشوط. طيب بريمير والله العظيم نجم يا جماعه في الدفاع، راجع راجع اميرون، ماتش صعب ماتش صعب والله قوي. بريمر اوعى ضربات الجزاء، حلو يا بوتمان قوي، حلوه الكره دي قوي، خش يا جوردون يا ابن اللعيبه، الله الكره، الحق يا ولو كده، ما ثلاثة نص ملعب بيتفرجوا يا جماعه كده ليه؟ بريمر خطر ما يشوطش، يا ساتر على الكرة دي، بس حلوة يا بريمر، انت فلت الزاوية المظبوطة يعني، حلوة يا زاك قوي، خش يا زاك، يا ولوك يا نهار ابيض، يا ولوك على الكورة يا ولوك، يلا تريبر، لا عايزين حد يقرب من تريبر يا جماعة، الجملة اللي احنا متفقين عليها بتفرق قوي، يلا تريبر براحتك بقى بريمر، وجه دماغك صح يا بريمر، مش انت مش بتنطح في حيطه يعني، فوق خالص، اقفل يا جمرش بريمر، والله العظيم يا جماعه الواد ده سوبر ستار في الدفاع عندنا بريمر ده، اقفل يا الميرون، اخر دقيقه دي مهمه جدا، جولينتون حلو يا بوب، حسب ايه؟ حاول ايه بس يا عم، شاط الكوره يا عم، انت متعب قوي يا حكم على فكره، ربنا يستر بقى في الكرة دي، يخرب بيتك يلا كونها، اقفل يا بوتمان، ما الكرة معايا، ما كانت راحة لمندش، يا هي نصم يا ام الغباوة بتاعتكو، المرة فاتت خايش منه، حلوة يا بوب والله، ربنا يحميك يا ابني، اقفل انت جولنتو صح،
بوتمان حلوة بوب. اقفل طيب. يلا أمرون. الله الكورة. خش يا أمرون. هي دي إن شاء الله جون دي بإذن الله. خلص. انت لا رجلك كلا. انت مغير الجزمة يا أمرون. ويلوك يخرج كده ينزل إليوت ينشط الحركة اللي قدام شوية. وجوردون كمان برضو يعني مجهود بس من غير فينش حلو. حلوة مندش. يلا بارنز أول كورة كده. حلوة. يا رب. يلا بارنز. يعني عندك هي أنا عارف إنها صعبة بس عندك أحسن من كده. حلوة مندش قوي. إليوت. عندك أحسن من كده إليوت. أوفسايد. يا نهار أبيض على الكورة. يا ساتر يا ساتر يا جماعه الكوره دي يا جماعه. يعني انا قلت الماتش ده 1-0 وهي وولفرهامبتون بتلعب كده. انت شويجر دي بتاعتهم من زمان قوي فاحنا كنا المفروض نخلي بالنا في الفرص اللي بتجينا نخلصها. بقى لنا ماتشين بنتعادل في الدوري وادي ماتش خساره كمان حاجه تضايق. يعني ندخل بقى على ماتش ارسنال في الكاراباو. يعني ارسنال طبعا مش هيلعب بالفريق الاساسي 100%. عنده طبعا غيابات في الفرقه. يعني كاي هافرتز هو المهاجم بتاعهم الاساسي هيلعب كمان. مفيش مارتينيلي ما بيلعبش بيه. بيلعب بساكا وبيلعب ده معظم خط الوسط غايب. يعني اوديجارد غايب وبارتي غايب. بيلعب بديكلان رايس بس. حتى الدفاع مش كله موجود برضو. يعني المفروض الماتش ده في المتناول. ده التشكيل بتاعنا احنا. طبعا في شويه غيابات. يعني من اول تريبر ما بيلعبش. سنتر باكات الاثنين بتوعنا برضو ما بيلعبوش. وعندنا برضو ايزاك ما بيلعبش وويلوك كمان ما بيلعبش. في شويه غيابات. حتى الميرون كمان برضو هيريحوا الماتش. ارسنال في الدوري يعني اتمنى الفرقه تاخد بطاقه التاهل في الماتش ده ونركز بقى في ماتش الدوري بعد كده ان شاء الله. بص ارسنال ضغطه بادئه من اول ماتش ضغطه وحش قوي. يعني الباصه يا شير فيها ريسك كبير. راجع طيب. هي الباصه فيها ريسك كبير من الاول اصلا. يا مين عمل الباصه دي يا جماعه؟ شير ولا بيرن بقى؟ يلا يا جوردون. حلوه جوردون قوي. جولينتون والله العظيم حلوه يا جولينتون. واحد من احسن لعيبه في الفرقه عندنا. الواد بصراحه يعني محارب في الخط الوسط. تريبر ما بيلعبش اصلا ودي بقى مشكله في العرضيات كمان. جون اخيرا بقى. جون حلوه قلت والله. قافل ليفرامينتو. طلع من هنا بقى. حلوه يا كوب. يلا. لا يا جماعه لا 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 كتير كتير بصراحه. ويتسون بيعملوا فينا ده. خلاص بيجيب اخره. اوعى هافرت شوت. ايه يا جماعه ده يا جماعه. يلا مندش. مين جاي طيب؟ يلا ويتسون اخيرا بقى. فوت معانا شويه. حرام عليك يا اخي ده انت طلعت عينينا. حلو يا شير. وحشه قوي يا شير في ال جون طبعا. يعني طبعا عدم وجود السنتر باكات الاساسيين اكيد دول الاحتياطي لسبب ما. يعني اكيد هم اقل بكتير كواليتي من بريمر وبوتمان. مفيهاش حاجة. ايه يا حكم؟ ضربة جزاء. هو بينهي الماتش بدري بدري. يعني ماتش وحش جدا مننا. الفرقة الاحتياطي دي ما تستحقش اصلا تكمل في البطولة. يعني ادي ميرفي اللي عايز يلعب. يا اخويا ركز في الماتش اللي انت تلعب فيه بس الاول. بغض النظر كاس الكاراباو مهم بالنسبه لنا ولا لا بس اداء الفرقه ما كانش احسن حاجه. صحيح احنا بنلعب بالاحتياطي وارسنال نفس الكلام بس ادانا هنت كده ان الماتش اللي جاي هيكون صعب جدا قدام نفس الفريق وفي نفس الملعب. احنا في الدوري ما خسرناش ولا ماتش على ملعبنا لحد دلوقتي. الارسنال 20 نقطه واحنا 20 نقطه. هم سابقيننا بمركز. يعني الماتش مش محتاج اتكلم عن اهميته وعامله ازاي بالنسبه لنا زي ما انتم شايفين. فاكيد ان شاء الله الفرقه تقدم ماتش كويس خاصه هنلعب بالاساسي وربنا يكرم ان شاء الله نطلع بالثلاث نقط في الماتش ده.
ده بقى التشكيل الاساسي الارسنال. يعني نقطه الضعف الوحيده عندهم في الفريق كله هي السنتر باك، اذا كان تيمبر او اذا كان كافيور. يعني تيمبر سيبك ان تيمبر طبعا الكواليتي بتاعه عالي جدا، لكن هو كسنتر باك مش احسن حاجه. عندهم صليبه بره ممكن يكون مجهد، توماس بارتي بره برده ما بيلعبش، مندي طبعا قوي في الدفاع وبين وايت، لكن كافيور هو الحلقه اللي نلعب عليها. واتمنى بقى ايزاك يستغل النقطه دي كويس قوي. خلي بالك بس، صح، اكسر الضغط. يلا يلا جمارش. ايه يا جمارش ده وحش قوي بتاعتك التريبر دي. حلوه يا المرون قوي، خش انت بقى، خش يا تريبر، انت خايف تخش؟ يلا يلا اسرع بقى شويه. فين ايزاك؟ يعني من الاول يا تريبر دي. حلوه يا جمارش، هاند بول. طب جات لك لسه ركنيه، ماشي هم قافلين واحنا قافلين. تعالى المرون كده، الضربات الثابته مهمه جدا ومتدربين عليها كويس احنا. يلا المرون براحتك بقى، هادي بقى قوي، حط حد يقابل يا شباب. لسه تاني، يلا يا زك. الله على الجول ده، ايوه كده يا زاك، صحصح معانا يا زاك. مجرد بس ما الاخبار انتشرت احنا بندور على مهاجم، بدات المهاجمين تفوق. شكرا شكرا. خلاص يعني هي غلطه مننا وغلطه من بوب. الضغط يا جماعه، يا جماعه اما يكون في ضغط علينا يا جماعه نقرب من بعض، مش نسرح كلنا قدام ونجري في الغيط. يلا يا جوردون خش. حلوه يا جوردون قوي، والنبي يا جوردون خلص خلص. مش ممكن يا جوردون، مش ممكن يا جوردون. طب لسه الحق الحق الكوره. الله يخرب بيتك يا الميرون. امسك جمارش، بص بيسقط لكم وهو فاضي. هو احسن واحد يطلع بالكره عندنا. الله يا جمارش، خش يا جمارش، حد يخش معاه؟ مفيش حد خالص. يا ساتر يا جمارش، حلو. لا والله بص يا اليوت، انا عايزك تنزل بقى ايه، تعمل الكوميونيكيشن بين ايزاك وبين الاجنحه. صح يا جوردو، ما تسيبوش كده. عارف يا مندش انت دخلت ازاي ده؟ صح يا رجاله. يلا يا جوردون انت خش. اليوت فين؟ يا ابن اللعيبه اليوت. جوردون فين ايزاك؟ هي دي اللي قلتها بقى، هي دي اللي قلتها والله العظيم، ده اللي قلته لاليوت. انت تنزل تعمل لي الاتصال بينهم الاثنين مع بعض. يلا يا جوردون حافظ على كورتك. مندش خش انت بقى، يلا يلا يا مندش. الله عليك يا مندش، ما ينفعش. حلو قوي يا اليوت، اليوت نزل حرك الهجوم كله والله. مين معاه طيب؟ طب يلا اليوت هتعدي. حلو والله اليوت، ضربة جزاء. أنا قلت لكم يا جماعة، أنا درست الفرقة، هي نقطة ضعفهم في كافيور وتمبر، خلاص باينة واضحة زي الشمس. هم ما بيلعبوش، سليمة ما بيلعبش، أيا كان بقى مصاب ولا مجهد ولا متنايل على عينه، المهم إن إحنا ناخد الثلاث نقط المهمة دي. إيزاك فرصة يجيب هاتريك كمان، يعني يرجع بقى ثقته في نفسه تاني، بس يجيبها بس. كيسه بقى إيزاك بقى، يلا. مبروك يا شباب، ثلاث نقط مهمه جدا، وثلاث نقط يعني ترجعنا ثقتنا في نفسنا، ناخد استريك حلوه عشان نلعب بقى ماتشات الابطال واحنا مرتاحين شويه. يلا اليوت خش، يلا
يا ابن اللعيبه اليوت، دي رساله لاي حد يا جماعه جاي ملعب سان جيمس بارك، انت مش جاي المتحف بتاع نادي تتفرج على التحف اللي فيه، انت جاي تاكل على وشك وتمشي يا باشا. بعد ما قدمنا ماتش قوي جدا قدام ارسنال في الدوري، محتاجين بقى دلوقتي نفس الروح اللي لعبنا بيها قدام ارسنال في الدوري قدام دورتموند في الشامبيونز ليج. يعني احنا لعبنا 3 ماتشات في دوري الابطال لحد دلوقتي، لازم الماتش ده نكسبه لو كنا عايزين نفكر ننافس على بطاقه التاهل في احنا اتعادلنا معاهم في الذهاب 2 اقطع يا جيمرش كده، كمل كورتك ما توقفش تتفرج كده. حلوه بريمير قوي، طلع منش ركنيه مش مشكله. بص ملعب يخد يا جماعه، انزل يا جوردون كده، طلع يلا يا جوردون، خش انت يا جوردون. بص ده قفل عليه بسرعه، يلا جونتون حلوه، اطلع يا جوردون انت، خش يا جوردون النبي، يلا خلص يلا يا جوردون. هي صعبه مقفوله بصراحه عليه. حلوه يا جوردون، حلوه حلوه. بص ثلاثه بيضغطوا، طلع طب هنا، عاش قوي والله. حلوه يا جوردون، ضغط مش ممكن من دورتموند. لا اطلع، طب اهدى على الكوره خالص كده يا راجل، لسه بقول لك اهدى يا راجل، بقول لك اهدى يا راجل، مش ممكن يا جماعه، حرام والله الغلطه دي. يعني ايه دي؟ حلوه يا بريمر، اطلع انت يا جوردون، عاش قوي يا بوب. صح يا جمالش قوي، حلو يا بوب، اطلع تريبل انت، حلوه. فين جوردون؟ يا ساتر على الكوره يا جوردون. بريمير والنبي، عشا بوب، قافل فوق، يا نهار ابيض على الكوره، حلوه يا بوب، مفيهاش اي حاجه. خش يا زاك بقى، خلص الكوره دي، يا نهار ابيض على الفرصه يا بارنز. حلو التيرن اوفر ده قوي، يا نهار ابيض يا ايزاك يا جماعه، حرام الفرص دي. يلا تريبر والنبي تريبر، اظبطها بقى. الله الجول ده، هو بريمر يا جماعه، ربنا يحميك يا ابني، انا دفعت فيك 50 مليون وعارف انت هتجيبهم ازاي. يا راجل حرام عليك، يا راجل حرام عليك يا بوتمان. حلوه الفرامنتو، فين بارنز؟ خش يا بارنز، عدي يا بارنز، يا ساتر على الكره دي يا بارنز. بس هو انشط من جوردون بكتير بصراحه، حلوه دي بقى. لا يا المرون حرام عليك يا المرون، ده جون التاهل ده يا راجل. يعني نقطة، أنا مش عارف موقفنا في المجموعة دلوقتي إيه موقفنا بالظبط، بس يعني نقطة أكيد 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 أحسن من نخسر النقط كلها. يعني بغض النظر عن النتيجة، ماتش دورتموند اللي في ملعب سيجنال إيدونا بارك يعني واحد من أمتع الماتشات اللي لعبتها في الشامبيونز ليج لحد دلوقتي. يعني ماتش كان ممتع جدا جدا، والماتش كان دورتموند كان خصم قوي، يعني في نداية في الماتش بشكل مش طبيعي بصراحة، واحنا كنا الأحق بالثلاث نقط في الماتش ده، بس نصيب يعني كرة الميرون في آخر الماتش دي كانت ممكن تخلص الماتش كله وتضمن لنا ناخد المركز الثاني من دورتموند. الفرق ده 3 نقط بيننا وبين بروسيا دورتموند، و6 نقط بيننا وبين باريس اللي غالبا بنسبة كبيرة ضمن التأهل، يعني محتاج نقطة بس باريس عشان يتأهل رسمي. احنا الماتش الجاي قدام باريس ماتش صعب جدا، معرفش يعني الدنيا تمشي ازاي. تعالوا نفترض كده اسوأ الاحتمالات، لو خسرنا من باريس الماتش الجاي فاحنا 3 نقط، ولو دورتموند كسب فدورتموند اتأهل رسمي خلاص كده.
لازم الماتش الجاي دورتموند ميلان يكسبوا، واحنا نخرج بقى بتعادل من ماتش باريس او نكسب باريس فنحافظ لسه على حظوظنا في المجموعه دي. يعني مكافأة بقى على تطور مستوى اللعيبة دي، يعني هارفي اليوت ونيك بوب وكيفن تريبر وجو ويلوك الأربعة، جاري ساوثجيت ضمهم لمنتخب إنجلترا، طبعا دي حاجة كبيرة جدا وحاجة تدل إن احنا ماشيين في الطريق الصحيح ومعانا لعيبة دولية. يعني اليوت وويلوك الاتنين الكمات بتوعنا والاتنين بيلعبوا دولي مع إنجلترا. ندخل بقى على ماتش بورنموث في الدوري ونقفل بقى ملف دوري الأبطال مؤقتا لحد ماتش بورنموث، وبعد كده الماتش الصعب قوي قدام تشيلسي الماتش الجاي. لازم نكسب ماتش بورنموث عشان نخش ماتش تشيلسي واحنا مرتاحين نوعا ما شويه، ما نبقاش مضغوطين قدام تشيلسي، وبعد كده بقى نركز في ماتش باريس اللي هيكون اهم ماتش في الحلقه دي. تشكيل بقى بورنموث قبل الماتش بيلعبوا 4 2 3 1 زينا، وعندهم 3 لعيبه لازم نخلي بالنا منهم قوي، اللعيبه دي شكلها هي مفاتيح اللعبه بتاعتهم. يعني التكتيكال بتاعهم بيلعبوا ستاندرد عادي، مفتاح الدفاع عندهم ادمز، وبالنسبه للهجوم اللاعب بيليا وبيليا ايه بيليا ده وسنستيرا، سنستيرا المهاجم بتاعهم او الجناح بتاعهم الشمال. خش ده ايزاك ده ولا مين ده؟ حلو الكوره ولوك، يا ولوك حرام عليك يا ابني، الله عليك يا بريمر، طلع والله العظيم بريمر شال جون حلوة والله. فاول والله الكرة فاول عليهم هم على فكرة من الأول أصلا. حلوة يا بوب، يطلع مندش كده سخن بقى بارنس كده. حلوة الكرة دي، خش يا إيزاك، يلا يا إيزاك خلص ولوك، يا ولوك حرام عليك تاني كورة يا ولوك منك دي، يا نهار أبيض على الكورة، عاش قوي يا بوتمان، حلو يا بوتمان قوي. يطلع مندش حلو، يلا يا جوردون خش فاول، دي حكم يا جوردون، حلو يا جوردون والله، يا ساتر والنبي بريمر، لا يا بريمر صح يا بوب قوي، مندش فوق يا مندش والنبي ما يشوطش ده، بوب شالها يلا خش يا بارنز، يا حكم حرام عليك يا حكم، كنا محتاجين كل نقطة في الماتش ده، كنا يعني 3 نقط كانت تفرق معانا جدا. ندخل بقى ماتش تشيلسي، يعني تشيلسي بتلعب 4 2 3 1 زينا نفس الخطه برضو تقريبا، بس عندهم نجم الفريق هو نكونكو، واللعيب الوحيد اللي معرفوش في الفرقه هو الواد اللي على الجناح اليمين ده، معرفش راك ساكاي، انا معرفش مين الجناح ده بصراحه، معرفش عندهم حد بديل ليه ولا لا، بس الفرقه كلها جاهزه فول تيم، هو بس الجناح اليمين زي ما قلت لكم، والتكتيكال بتاعهم بيلعبوا وينج بلاي، فنخلي بالنا من حته الوينجات قوي، يعني مندش وتريبر لازم يكونوا مركزين في الماتش ده. ما يعدكش صح يا جوردون، يلا حلوه اطلع بقى، مش اوف سايد الله، كوره جون دي يا ابن اللعيبه يا ايزاك، يا دولي يا ايزاك والله، الواد التكنيك بتاعه في اللمسه باين انه كواليتي عالي قوي، اقطع يا بيمر تريبر، حلو يا بوب يا ابن اللعيبه يا بوب، يلا اخلص يا حبيب قلبي الميرون، طلع من هنا بقى، انا عارف الحمد لله الحمد لله على الكره دي، اطلع طيب، الله يا بريمر يا دولي والله يا بريمر، الميرون خش كره حلوه، اظن الكره جون صح كده يا شباب، خش لها باريس بسرعه دلوقتي، يلا بقى يا مندش، الواد ساكي ده طلع جامد قوي، انا كنت هحسبه اي كلام يعني، اه يا بوتمان اه يا بوتمان،
ليه يا بوتمان كده يا حبيبي؟ ترجعهم في الماتش ليه يا بابا؟ كنا الماتش خلص خلاص يعني. ده دخل فيه نبع ليه يعني؟ يا رب بقى يا بوب بقى تصدقوا ده من كونكو. ولوك بقى يرتاح للماتش باريس، ربنا يستر بقى ماتش باريس ده راخر. وجوردون كده كده عنده انذار، وبارنز ينزل بقى. اليوت يلا خش يا بارنز، يلا بارنز سريع خلص يا بارنز، حرام عليك يلا. طبعا كارت احمر، المكان بتاعها والاجواء اللي احنا فيها دي كلها بتقول ان الكوره جون عشان بوتمان يرتاح. اقفل يا شير الزاويه دي، بلوك عليه. حلو يا بوب، خش يا بارنز يلا، اكسب وقت اكسب وقت خش. حلو يا بارنز قوي، اكسب وقت تاني لسه ماشي. حلو يا مرون، ما تصفر يا حكم، فيه يا حكم ما تصفر يا اخي، في ايه؟ مبروك يا شباب والله العظيم، اصعب ثلاث نقط خدتهم في كارير نيوكاسل كله. بعد بقى ماتش تشيلسي يعني انا عندي ثقه دلوقتي في الفريق ان احنا ممكن نعمل ماتش كويس جدا قدام باريس في ملعبها، وممكن كمان نخطف الثلاث نقط منهم. هو احنا للاسف مجبرين ان احنا لازم نكسب باريس عشان نحافظ على حظوظنا في التاهل لدور ال 16 في دوري ابطال اوروبا. تقريبا تشكيله باريس هي نفس تشكيله ماتش الذهاب اللي كان في ملعبنا، نفس التشكيل بالظبط يعني. فرقه طبعا قويه جدا، فرقه جباره، خط هجوم رهيب. انا هحاول طبعا يعني نقفل في اول ربع ساعه ثلث ساعه ونحاول نخطف بكاونتر اتاك ولا حاجه. ملعب باريس بقى يعني حاجه مهوله بصراحه، ملعب حلو قوي وشكله حلو قوي كمان. ربنا يسهل يكون ننكد عليهم في ملعبهم بقى ان شاء الله النهارده. يلا يا مندش اخرج انت خش. حلوه يا مندش قوي، كره حلوه خلص. حلوه ركنيه دي، مفروض ركنيه مظبوط قوي كده. بص يعني هي جينا كوره في الماتش لو قدرنا نستغلها يبقى في كلام في الماتش ده. تريبر حد يقابل ما يشوطش يا بوب، يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل، حرام عليك يا راجل، حرام عليك على الغلطه دي. طبعا جون غلطه ملوش اي ثلاثه لازمه يعني. تريبر واحده حلوه ونبي تريبر، يلا الله على الجول ده، والله العظيم سلاحنا الضربات الثابته. حلوه يا بوتمان قوي، اقفل يا بريمر، عشى بوب قوي. حلوه الكوره، خش يا جوردو انت. ويلوك ايزاك خلص يا زاك، حلوه حلوه يا شباب قوي، الحق المرون قبل مندش. لعيب يا مندش والله، حلوه اللعبه دي قوي. اخرج انت جمارش بقى صح قوي، يلا يا مرون عديه يا ابن اللعيبه المرون والنبي. جون دي الله عليك يا المرون يا ابن اللعيبه، اوعى الكوري يعدي يا ساتر. جون عشى بوب قوي، كمل يا مندش كمل. لا وحشه يا مندش دي، حرام حرام يا مندش، انت كنت ماشي حلو يا مندش، انت اتحسدت يا ابني. بوتمان حلو قوي يا بوب والله. بوتمان يا جماعه قافل عليه بقى ونور، خلص يا جمارش. جون الله يا بوب، والله ربنا يحميك يا بوب يا ابني، انت شال كوره جون يعني. حلو قوي بوتمان والله، الله عليك يا بوب،
ما تضغط يا جولينتون، اضغط يا جولينتون، فيها جولينتون. خطر دي جون. مبروك لباريس التأهل الرسمي في المجموعة دي خلاص، واحنا بنسبة يعني مش عايز اقول 100% خرجنا بره دوري الأبطال. المنافسة صحيح لسه موجودة على اليوروبا ليج بقى يعني بنسبة كبيرة، لو دورتموند كسب ميلان فاحنا بره دوري الأبطال خلاص الموسم ده. طيب بالنسبة لمجموعتنا في دوري الأبطال يا شباب، يعني دلوقتي احنا خلاص رسمي بره دوري أبطال أوروبا، الفرق بيننا وبين دورتموند بقى 6 نقط، خلاص الموضوع انتهى. الامل دلوقتي في نتاهل بقى لبطوله اليوروبا ليج، يعني طبعا هي بطوله اكيد احسن من ما تطلع من غير بطولات اوروبا خالص، فانك تلعب في اليوروبا ليج احسن ما تبقى بره البطولات كلها. الماتش الجاي قدام ميلان هيكون طبعا يعني هو بقى الفيصل في حته التاهل، اذا كان هم يتاهلوا ولا احنا نتاهل. التعادل طبعا يأهلنا احنا، الخساره تاهل ميلان، فيعني الموضوع احنا فرصنا اكبر بكتير من فرص ميلان. بالنسبة للبريمير ليج يعني لحد دلوقتي احنا ماشيين كويس في الدوري، احنا مركز ثالث محافظين على مركزنا في التوب فور، الفوز على تشيلسي خلانا ماشيين بشكل كويس قوي وادانا ثقة في نفسنا في الدوري. الفرق يعني بص لو ركزت من المركز السابع لحد المركز الاول الفرق 3 نقط بس، طبعا الدوري لسه بدري عليه قوي، بس معنى كده ان اي خسارة في الماتشات الجاية انت ممكن تلاقي نفسك بره التوب 6 حتى كمان. بكده نكون وصلنا للحلقة، لو عجبتك الحلقة من لايك الفيديو واشترك للقناة وشير الفيديو مع اصحابك وفعل جرس التنبيهات. اشوفكم على خير الحلقة الجاية ان شاء الله، سلام عليكم.